السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة هوات سهلة وأفكار مفيدة. الفيديو ديال اليوم غادي نحضر فيه معكم واحد البطبوط أو المخمار أو الخبيزات كما بغيتوا سميوها. هذا البطبوط يجي خفيف ورقيق ومنفوخ ناجح كما كيبان لكم هنايا في الصورة. إلا عرفتوا الطريقة ديال هاد البطبوط غادي تنساو عليكم البطبوط اللي كله البابة ومعجن وما تيكونش منفوخ وتيعذب في الطياب ديالو. هاد البطبوط سهل وبطريقة بسيطة بطريقة مميزة هي اللي كتخليه يجي هكا خفيف ومنفوخ ومحلول من الداخل كما تيبان لكم هنايا. هاد الطريقة في الخبز أو لا في البطبوط ماشي جديدة أو لا مبتكرة، هذه طريقة معروفة منذ القدم وخصوصا في جهة سوس، هي طريقة معتمدة عندهم. وهذا البطبوط كيتسمى بالأمازيغية توغريفت. غادي نتعرفوا على طريقة ديالها في هذا الفيديو بالنسبة للناس اللي ما تعرفوهاش. ولكن قبل من ذلك إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش صابوني أو الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب للفيديو إلى عجبكم المحتوى دياله. غادي نحتاجو فيها الكمية ديال الدقيق، أي نوع ديال الدقيق اللي انتم أصلا كتستعملوه في الخبز ديالكم. قدروا نديرو الدقيق الكامل مع الدقيق الفرص أو دقيق الفينو مع الفرص أو دقيق الفرص العادي ديال الخبز كما درت انايا هنايا. غربلته مزيان وزدت عليه كميه من الخميره على حسب الكميه اللي غنعجن ديال الدقيق، وزدت عليها شويه ديال الملح حسب الذوق. تقدروا تزيدوا حتى معلقه او لا ثلاثه د المعالق ديال السكر باش يجيكم محمر او لا يعطيكم اللون الذهبي في التحمار ديالو. وهنايا عجنت بالمدافي طريقه ديال العجينه اي وحده كتعرف ليها. غادي نعجنو عجينة عادية بحال غنطيبو الخبز العادي ديال الفران، غي هاد العجينة تتكون شوية لينة أو لا شوية مرخوفة على الخبز العادي. غادي نبدا نضيف الماء شوية بشوية حتى كتجمع ليا العجينة، وغادي ندلكها مزيان. هادي هي الكثافة ديال العجينة من بعد ما دلكتها، كما قلت لكم تجي مرخوفه شويه على العجينه العاديه ديال الخبز ديال الفران. دهنت هنايا شويه ديال الزيت، غادي نجمعها وغادي نغطيها ونخليها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها وكتولي على هذا الشكل. هذا نبدا دابا في التقراص وفي الطياب في نفس الوقت. غادي نرش شويه ديال الدقيق حيت العجينه تتكون مرخوفه وتتلصق شويه، غنرش شويه ديال الدقيق على الوجه ديالها وغادي نقطع منها كويره صغيره، وغادي نغطي الباقي ديال العجينه ونبدا نقرص ديك الكريه. من بعد ما فرشت واحد الزيف نقي على سطح العمل ورشيت عليه دقيق، وغادي نبدا نقرص عليه حتى كنحصل على الحجم العادي ديال البطبوط او الاعتيادي ديال البطبوط. كما كتشوفوا هنايا تتكون رقيقه او الحجم ديالها تيكون صغير على الحجم ديال البطبوط الموالفين تنشوفوه. من بعد ما كنسرح الخبيزه وتنحصل على الشكل اللي بغيت، تناخد هذا الغربال، هذا حتى هذا غربال محلي الصنع معروف جهه سوس تيخدموا عليه هذا النوع ديال الخبز. الدور ديالو انهم اللي تنحطوا عليه الخبيزه كيتساس لينا منها الفائض ديال الدقيق اللي تيكون فيها، تيخرج عبر هاد التقيبات اللي تيكونوا في هذا الغربال. وايضا هاد الغربال كيعاوننا باش نقادو الشكل ديال البطبوطه ولا ديال الخبيزه تكون دائره مقاده، كيعاوننا باش نهزو به الخبيزه
ونرميوها في المقلاة حتى تكون العجينة مرخوفة، صعيب أننا نتحكم فيها غير باليد. اللي بغى تجرب هذا النوع ديال الخبز تقدر تعوض هذا الغربال غير بالغربال العادي اللي باش تنغربلو الدقيق. كما كتشوفوا هنايا، من بعد ما قديت الخبيزة على هذا الغربال وسستها من الدقيق، نرميها في المقلة الثقيلة اللي تنكون سخنتها من قبل. تنضغط شوية على الوجه ديالها غير تينشف الوجه اللي موالي للمقلة، وتنقلبها مباشرة. كنخليها كطيب وكتحمر، وكندوز تنقرص بطبوطة واحدة اخرى بنفس الطريقة. تنقطع كرية من العجين وتنرش شوية ديال الدقيق وتنقرصها، وفي نفس الوقت تنرد البال الخبيزة اللي في المقلة. غادي فقط نسرع الفيديو شوية باش ما يجيش طويل في هذه المرحلة، وخليكم معايا متبعين الطريقة باش تشوفوا النتيجة النهائية وتشوفوا كيفاش البطبوطة كتنفخ وكيفاش كتحمر في المقلة. من بعد ما تتحمر شوية وتاخد اللون تنقلبها وتنخليها كتنفخ. كما كتشوفوا هنايا البطبوطة كتنفخ بوحدها وبسهولة ومن جميع الاتجاهات. بعد ما تنفخات تنخليوها تحمر في الجهة الأخرى، وتنبقاو نقلبوا فيها. الجهة اللي خاصها تحمر تنوليوها للعافية حتى كتحمر، وتحصلوا على النتيجة اللي بغينا. عاد تنحيدوها وتنعاودو نرمي واحدة أخرى، وتنستمروا بنفس الطريقة. دائما نقطعوا كرية من العجين، نقرصوها مزيان بالدقيق، نهزوها على الغربال باش تسهل علينا نرميوها في المقلة. نرميوها في المقلة ونضغطوا شوية على الوجه ديالها تتنشف الوجه اللي موالي للمقلة. تنقلبوها مباشرة، تنخليوها تتحمر، تنعاود نقلبوها وتنخليوها تتنفخ، وتنبقاو نقلبو فيها تتحمر في جميع الاتجاهات وتنزولوها. هذه هي الطريقة باختصار. غادي نخليكم وغادي نطيب معكم شحال من وحدة باش توضح لكم الطريقة مزيان. الحاجة الوحيدة اللي غادي ننصح بها البنات اللي غادي يجربوا هالطريقة في الخبز او في البطبوط، هو انهم ما يجريوش العجينة بزاف، تكون شوية شادة راسها تيبداو يتحكموا فيها. مع الممارسة غيبداو يتحكموا في العجينة وغادي تجيهم سهلة في الخدمة. صراحة هالطريقة ديال توغريفت كتجي سهلة في الخدمة ديالها، ودغية تتوجد معانا، وما كتاخدش بزاف ديال الوقت مقارنة مع البطبوط العادي اللي تنخليوه يخمر. وكيجي هاد التوغريفت هاد ولا هاد البطبوط هذا بهالطريقة كيجي منفوخ، ميمكنش شي وحدة ما تنفخش وما تيعذبناش في الطياب ديالو، وكيجي خفيف وماشي معجن وما عامرش بالبابة من الداخل. نتمنى انكم تجربوا هالطريقة وتعطوني الاراء ديالكم في التعليق. والبنات اللي تيعرفوا هالطريقة وخصوصا السوسيات غاديين ياكدوا على هضرتي، وغاديين ياكدوا لكم على النتيجة ديال هالتوغريفت. Thank you.
وهادو هما البطيبيطات ديالنا او لا تغريفت بالاسم الاصلي او الاسم الحقيقي ديالها تغريفت. كتجي زوينه وكيما شفتوها تتجي خفيفه ومنفوخه ومحمره. تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الدقيق نتوما كتعجنوه وكديروا به الخبز العادي ولا الخبز اليومي ديالكم. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي خفيفه ما تتكونش معجنه وما تتكونش فيها بزاف ديال البابا. نتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو وعجبتكم الوصفه ديال الطغريفت. ما تنسوش جاي من لا فيديو وصابوني للقناة إلا كنتوا أول مرة كتزوروها. شكرا لكم على المتابعة وشكرا على مشاهدة الفيديو. نتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله.